سلام، اليوم غادي نصنتو اول قصة في القناة، قصة سارة. خليكم مع هاد الحكاية. معكم سارة، وهذه القصة ديالي. من بعد ما ساليت الجامعة طلب مني مصطفى يجي يخطبني، ما قلت لكمش. مصطفى يكون صديق ديالي وزميل في الجامعة، تعرفت عليه في السنة الجامعية الأولى، حبينا بعضياتنا واتفقنا على الزواج من بعد ما نتخرج من الجامعة، لكن عائلتي رفضته دون نقاش لأن الأوضاع المادية ديالو صعيبة وما يقدرش يعيش عائلة، ما يقدرش يعيشني. حاولت بزاف مع الوالدين ديالي أنني نقنعهم، ناقشتهم ما مرة ما زوج والو. قلت لهم أنا وياه غادي نتعاونوا، غادي نخدم وهو غيخدم، وغادي نوقفوا على رجلينا وغادي نأسوا مستقبلنا، ولكن بدون جدوى. والديا ما حاولوش حتى يتصنتوا لي يسمعوا ليا. حزنت بزاف، تقلقت لأنهم ما احترموش الرغبة ديالي من الزواج منه، لأنني كنت كنشوفه هو الشخص المناسب ليا، هو اللي غادي نكمل معاه حياتي. ومن شدة الحب ديالي ليه كنت كنرفض أي كلام وأي رأي يقدمه ليا والديا. كان الحب ديالو مسيطر عليا، كنت كنعيش واحد الأحلام ورضية أننا غادي نعيش في واحد البيت مملوء بالسعادة ونحقق كل أحلامنا اللي تكلمنا عليها بجوج. تاخد أكبر قرار وأكثر قرار قوي في حياتي هو أنني نتزوج منه بلا ما نحصل على موافقة الأهل ديالي ونحطهم تحت الأمر الواقع. وبالفعل هربت معه واحد النهار وتزوجنا، ولكن على اعتبار أنه ما عنده لا بيت فين نعيشه من غير بيت العائلة دياله. تزوجنا في واحد البيت صغير مع العائلة دياله، ما تيتجمعنا حتى شي خصوصية، كان كيدخلو كل شي بدون حتى ما يستأذنوا، كأنها ماشي هي غرفتنا الخاصة. كانت حياة بائسة بكل معنى الكلمة. في هذيك الأثناء قررت نخدم باش نستطع أنني نوفر غير ما ناكل أو ما نلبس. كان الزوج ديالي ما خدامش وما كيفكر حتى أنه يقلب على خدمة، ولكن الصدمة أنه العائلة ديالو من بعد ما خدمت كانت تاخد لي النص ديال الماندا ديالي، مقابل أنني جلسة معاهم في الدار كأنني أنا ماشي مرت ولدهم. هاد الأمور كاملة كانت كتقلقني بزاف، خصوصا أن الزوج ديالي كان دائما بالجانب ديال عائلته ضدي وخا يكونوا هما على غلط. كنت ديما كنصمت وكنسكت وكنواسي نفسي بالحب ليه. في واحد النهار جا راجلي قال لي انه لقى خدمه، ما نقول لكم شحال فرحت. قلت صافي غادي يعاونني في المصروف، غيولي يصير، وغادي نوليو ان شاء الله يعني نحققوا دوك الاحلام اللي بنيت في العقل ديالي. فاول يوم ليه في الخدمه نط بكري وجدت ليه الفطور وجدت ليه الحوايج، كانت واحد الفرحه لا توصف. طلبت منه انه يتصل بيا يطمني عليه، يقول لي شنو كيفاش دازت الخدمه. نهار الاول دازت 7 سوايع ملي مشى ما جاني حتى شي اتصال. تقلقت، قلت ما عرفتش علاش ما هضرش معايا وانا نتصل به. جاوبني صاحبه قال لي مصطفى راه شدو البوليس. نقول لكم اش تصدمت، قلت ما يمكنش كيفاش شدوه البوليس. مشيت كنجري
وانا كنقول ما يمكنش يمكنش يتشابه في الاسماء. مشيت لقيت الزوج ديالي مقبوض عليه في قضيه تهريب الممنوعات. رجعت للدار وانا منهاره مصدومه. قلت ما يمكنش، هذا هو الزوج ديالي، هذا هو الحبيب ديالي اللي اختاريت مصطفى، هو اللي يدير هذا الشيء. تحطمت لي النفسيه ديالي وزاد عليا هما العائله ديالو كيوبخوني وكيتهموني بانني انا هي السبب. انا حسيت بالضعف، لا حنين ولا رحيم غير الله سبحانه وتعالى. ما لقيت تحت بجنبي العائله ديالي خسرتها، الزوج ديالي في الحبس، شنو غادي ندير دابا؟ بقيت كنفكر وانا كنبكي. من بعد قررت انني نتاقلم مع الوضع الجديد ديالي ونصبر ونزيد نصبر على سوء المعامله ديالهم معايا. ولكن الوضع غادي يولي يتزاد مع مرور الوقت، فانا وليت كي بحال شي خدامه، حتى اقل من الخدامه. كنت كنمشي للخدمه في الصباح وكنرجع في العشيه نشقى نطيب، كلشي كنديرو مع الشتم والاهانات الدائمه ومن الجميع، من الصغير والكبير، بالاضافه للمنطقه ديالي اللي ولات كتمشي كامله. حياه مأساوية لا تصدق. كنت ديما ساكته، ما كنتكلمش ولا بكلمه واحده، فانا كنستحق لهذا الشيء اللي وصلت ليه. انا اللي دمرت راسي ودمرت عائلتي، فانا هي المذنبه. شحال ندمت على دموع الام ديالي والاب ديالي، كيفاش حتى ما تصنتش ليهم، كيفاش حتى يبست راسي. نسيت ما قلت لكمش، مصطفى تحكم عليه بربع سنين، وانا بقيت كندوز ايام كحله في بيت العائله ديالو. تعب، ذل، ارهاق. قررت انني ندخل لشبكه التواصل الاجتماعي باش شي شويه نفس على نفسي، باش نهرب ولو شويه من الواقع ديالي البشع. تواصلت مع بزاف ديال الرجال وحصلت بالمقابل على شويه ديال السعاده الزائفه اللي ما كانش كدوم غير لواحد وقت قصير. ما بقيتش غير كنتواصل معاهم عبر الانترنت وصافي، فوليت كنخرج معاهم في نزهات ومطاعم باش نحصل على شويه الاهتمام اللي كنت كنحتاج ليه. حتى وصل بيا الامر انا نمشي معاهم حتى لديورهم، وللاسف اصبحت من بائعات الهوى. هذا الامر كان كيشعرني بالسعاده والاهتمام اللي كنت في امس الحاجه ليه، وكنت كنجني بزاف ديال الاموال. كانت العائله ديال راجلي ما فراسهم والو، ولكن اصلا ما كيهمهمش، كيهمهم انني غير نجيب لهم الفلوس. كانت كل مرة كنجي فيها من بيت ديال شي واحد كنت كنبكي بزاف، كنت كنشمئز حتى من النفس ديالي. كنت مصدومة من حقيقة الحالة البشعة ديالي واللي وصلت ليه. ما كان عندي حتى شي حد اللي نعاود ليه. كنت كنشتاق بزاف لعائلتي، ولكن ما قدرتش ولا تجرأت انني نتواصل معاهم، فما عندهم الحق انهم ما يبقاوش يتويو معايا. كسرت القلب ديالهم، ما احترمتش حتى الخوف ديالهم عليا وعلى مستقبلي. بقيت كنخزن الفلوس اللي كنت كنشد من فلوس الحرام، كنخبيهم في البنكه في لاكارت بونكير. كنت كنشري اللي بغيت، خوات الشخصيه ديالي على عائله الزوج ديالي. ما بقيتش في الحاجه ديالهم، بالعكس
ولاو كيطيعوا الاوامر ديالي ويخافوا مني. اللي كنت كنشوف رجال في ديورهم كانت كتنتهي العلاقة مجرد انني كنخرج من داك الباب. فكل واحد فينا خدم مصلحته. واحد النهار جاتني رسالة من رقم ما عرفتوش، ولكن قلت في راسي انه شي راجل من الرجال اللي كنت معاه. مشيت داك العنوان اللي في الرسالة والصدمة كانت غادي تقتلني. لقيت الأخ ديال الزوج ديالي، تخلعت، هربت، بقيت غادي وكنجري ما كنشوفش مرايا. هو كان كيجري مرايا وكيقول ليا وكفي غير نهضرو وكفي غير نتكلمو. من بعد وقفت، قررت أنني نتكلم معاه. هو كان معروف بعقلية ديالو متفتحة على عكس العائلة ديال الزوج ديالي. قلت ليه كل شي عن المعاناة ديالي، من طقطق حتى السلام عليكم. من بعد كان الصدمة انه استنط ليا، ما قال لي حتى شي كلمة، ما لامنيش وما هنيش، بالعكس نصحني، طلب انه يساعدني باش نبعد على هاد العمل ديال الحرام. وقال لي انه هاد الشي اللي شاف ما غيقولو حتى شي واحد، ولكن المقابل هو انني نتوب ونقلب على عامل اخر في طريق الحلال. سولته على السبب تواجد ديالو في ديك الشقة، قال لي انها الشقة ديال الصديق ديال حسن الحظ، انه كان تماك باش يوقفني على هادش. وليت كنصلي وكنقرا كتب دينية. من بعد طلبت طلاق من الزوج ديالي، تأكدت انه ما كانش كيبغيني، بالعكس كان سبب من الاسباب اللي خلاتني نضل الطريق ديالي. طلبت سماح من العائلة ديالي وعبرت ليهم على الندم ديالي وتأسفت بزاف، حتى سامحوني. قررت نكمل طريقي في تقرب من الله عز وجل ومتابعة الدروس الدينية. لقيت وظيفة محترمة وبخلصة زوينة، تعلمت بزاف ديال الحوايج من التجربة ديالي، وتعلمت بأن من يترك شيئا لله أبدى له الله خيرا منه. كان الدرس قاسي، لكن الحمد لله نضت وفقت منه قبل فوات الأوان. قرار اختيارك في هذه الحياة، أنت الوحيد اللي مسؤول على النتيجة ديالو، سواء كان خير سواء كان شر. شكرا أنكم تصنطوا ليا.